وعندنا هنا هسه اليوم التمن الزاد، ما انتظرنا لا يبرد ولا يخرب ولا نذبه. احد ابطال فرقه 17 جيش العراقي عده وقت استراحه وعبر علينا قال انا اسوي لكم اياه كبه، وفعلا شو يسوي؟ كبه. هاي هسه شوفوا قاعد يسوي كبه. زين، احد منتسبين الجيش يعني، هاي بعد نقطه مالته في دوام ولا في استراحه؟ لا بالاستراحه. زين، اللي يعني بالدوام البارحه كانوا هم كانوا شارع ما مسدود، فاللي كان بالدوام كان يعني فاتح ايده على مود يحمي الزوار، على مود هو يعني شلون يوخر السيارات هاي، فهم ابطال الجيش يعني كل القوات الامنيه متعاونين ويانا يعني.